صباح الخير عليكم أحبابي أعزائي الكرام. Good morning everyone. طبعا كالعادة ما حدش بتفرج على فيديوهاتي, بس أنا لسه بعمل فيديوهات. طبعا المسألة تبقى غريبة جدا, طب بتعمل فيديوهات ليه مدام ما فيش حد بتفرج عليك؟ والله أنا بحب أعمل فيديوهات, يعني دعم النفس إن في حد بكلمه وناس بتتابعني, يعني مسألة نفسية. يعني أنت لما تقنع نفسك بحاجة إيجابية ممكن تبقى إيجابي في يوم من الأيام, تحصل ليه لا, يعني مش عيب ولا عيب, ممكن تبقى مش عيب. ولكن خلينا نعمل الحاجة الإيجابية وأعتبر إن في ناس بتتابعني ونقعد نهبت في شوية كلام. يعني أنا أقل من الناس اللي بتهبت في الفيسبوك وكل شوية واليوتيوب, أو بيهبدوا أي هري عادي, يعني أنا مش أقل منهم, أنا أقدر أهبت برضو, لأن ممكن والهبد بتاعي هيبقى مختلف تماما لأنه هبد بجد. المهم احنا لسه في ظل موضوع الحاج كورونا ومظبطنا اخر تظبيط بصراحه, يعني مش عايز اقول لكم انه الحاج كورونا ده ضرب كل حاجه, مش بس الصحه, لا ده الصحه دوت ماشي ده تخصصه, لكن يضرب بقى بقيه الحاجات التانيه. من ضمن الحاجات اللي مثلا ضربها الاقتصاد, كلنا عارفين انه ضرب الاقتصاد, احنا قاعدين في البيوت بسبب الموضوع دوت لفتره طويله, وشركات وقفت والدنيا اتنيلت والبطاله زادت, يعني اللي بنوه في 10 سنين دمره هو في كام شهر, حاجه كده بسيطه خالص بالنسبه له, وقف الدنيا كلها. وأكيد أنت لاحظت زيادة في الأسعار في بعض المنتجات, نقص في بعض المنتجات وغيره. طيب يا ترى يبوظ إيه تاني؟ حتى العلاقات الاجتماعية يا راجل تحولت من إن هي علاقات اجتماعية طبيعية كده ممكن تشوف واحد فيس تو فيس إلى علاقات اجتماعية ديجيتال. أنا واحد صديقي عزيز عليا جدا معايا في الشغل قال لي أول مرة حاجة بصراحة, يعني أنا كنت يعني رغم من إن أنا كنت زعلان بس يعني ما قدرتش أمسك نفسي من الضحك, يعني بيقول لي أنا حضرت عزاء أونلاين. نعم فندم, قال لي حضرت عزة اونلاين لصديق شخصي جدا, وانا يعني وكنت بعيط في العزة, فبقول له عزة ازاي اونلاين؟ يعني قالوا عملوا كده على في السوشيال ميديا, ما اعرفش اني برنامج مايكروسوفت تيم ولا زوم, اتوقع زوم وكده, وحضر فيه عدد كبير جدا من المعزين وقعدوا بقى ايه, وكان في مانجينج تايم ومانجينج بقى للمداخلات, يعني مثلا اللي عنده كلمه بيقولها ولو 15 دقيقه ولا مش عارف 15 ثانيه, المهم يعني وحاجات زي كده. فانا بقول له انت متاكد ده كان عزا؟ يعني مش اجتماع ولا حاجه ولا انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعه؟ حتى العزا بقى ديجيتال, مش كده مش كده خالص. يعني فالحاجة كورونا أثر حتى على علاقاتنا الاجتماعية ببعض, بقينا نعمل كل حاجة ديجيتال, يعني احنا قاعدين نعمل اجتماعات طول النهار والليل ديجيتال. وبعدين حسيت ان مدراءنا عجبتهم اللعبة, يعني مثلا ايه يلا يا جماعة نعمل اجتماع يلا يلا بسرعة, تلاقي نفسك مثلا عامل 6 اجتماعات في اليوم. ليه؟ مش فاهم انا, هي حلوة اللعبة يعني؟ ما قصها ارخص برضو انت عارف, يعني ما هياش بقى محتاجة ان انت تجمع الناس من اماكن بعيدة وتاخدهم في قاعة ما ولا في قاعة الاجتماعات ولا تأجر لك مساحة في فندق وتقعد بقى تهري وتنكت ومصاريف وفلوس, لا لا افتح لابتوبك ولا موبايلك ويلا اهبد اجتماع, وانت بقى طبعا مراقب الليله كلها, عارف مين مجاش ومين جه ومين دخل ومين طلع امتى. في الريبورتات دي برضو بتاثر كتير قوي على مستقبلك الوظيفي. بس المشكله ان الاجتماعات دي التلات ارباعها بتبقى فطشه, يعني هاري فاضي في الاخر خالص, بتطلع بنتيجه صفر ولا حاجه هاري. فاستخدام التكنولوجيا في الظروف اللي زي دي كويس, ولكن استخدامها بشكل المفروض يبقى ايجابي, يعني نستفيد ونستثمر من التكنولوجيا دي بحيث ان احنا نبقى فعالين, مش مجرد بس حشو وهري وقت وخلاص بقى عشان نحس ان احنا شغالين, بس عشان ما ننسهمش ان عادتهم في البيوت ديت ممكن يكون لها تاثير سلبي على الاسترخاء, وان هم يعني بياخدوا الوقت وكده اوانطه, لا ده احنا لازم شغالهم 24 ساعه مش قاعدين في البيوت. فكر برضو غريب جدا انه عشان قاعد في البيت يبقى ما بتشتغلش. لكن بغض النظر عن كل الهري اللي فات ده, في حاجة بقى كانت أجمل بقى وسبوبة حلوة لشركات كتير, يعني مثلا عندك شركات اللوجيستيك اللي كانت بتوصل حاجات للناس عشان الناس قاعدة في البيوت, شركة زي أمازون وظفت 700,000 موظف زيادة, 700 تقريبا, أنا نسيت الرقم هو 700 ولا 70, ما علينا مش مشكلة. المهم أن أنا كنت شفتها في قناة الـ ABC الأمريكية, ممكن ترجعوا للقناة وقتها, كانت عائلة إحصائية غريبة كده, وكانت لسه عايزة توظف تاني عشان تقدر توزع المنتجات بتاعتها, لأن هي كانت تقريبا الشركة الوحيدة اللي شغالة في أمريكا تقريبا, هي اللي قاعدة بتوصل منتجاتها وحياتها كانت فل. لكن مش دول بس برضو اللي استفادوا من الموضوع, أقول لكم بقى من اللي استفاد من الموضوع, الهاكرز. نظرا انه في الشركات اللي كان عندها القدره او عندها الانفراستراكشر بتاع الانترنت والابلكيشن بتاعتها قادره انك انت تخليك تشتغل وتكمل شغلك من البيت عشان تحافظ برضو عليك انت كموظف, لان لو الشركه وقفت انت هتخسر وظيفتك حضرتك, يعني ما تزعلش, دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه خالص.
كان في عندهم مشكلة الهجمات بتاعت الهاكرز اللي ممكن تستفيد من انك انت بتشتغل من البيت، فيقدر ان هو يهاجم التيرمينالز ديت او الناس اللي بتشتغل من البيت من اجهزتهم اللي في البيت عشان تقدر تدخل على سيرفراتك الرئيسية وتسرق اللي هي عايزاها. وبعد كده ممكن بقى تدخل بقى في مسألة ابتزاز، والله لو عايز بياناتك اللي انت عايزها دي هدفع لها كم مليون، فاهم؟ طبعا هم بيترجتوا شركات معينة، ولكن افرض ان انت اتلطيت في النص، وحتى لو انت ما انت شركة كبيرة ولا حاجة وخسرت البيزنس بتاعك كله بالطريقة دي، يعني يبقى كورونا ومخسرك اقتصادي وكمان ناس بتبتزك عن طريق هاكرز، يا نهار اسود ده انت ليلتك بيضة. اهو ده بقى من ضمن الناس اللي هي بتصطاد في المية العاكرة، اللي الناس اساسا مضروبه بالقديمه خلقه. انت جاي تهبب ايه؟ انت ناقص يعني، او انا ناقص بلاوي؟ فتلاقي مثلا بتوع السايبر الموجودين في الشركات بقت عندها حاله، يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني عندهم بارانويا من اي حاجه، اللي هو يقول لك لا 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 ما تستخدمش الايميل دوت، اي ايميل يجي لك غريب ما تفتحوش خالص، اوعى اوعى بلاش تشتغل على الابلكيشن ده، لا لا ده مضروب، لا ده ما مش عارف ايه. وتلاقي كل شويه بيعمل لك بقى تشيك اوت، وممكن هعمل لك ريموت، عايز ابص جهازك انت بتعمل فيه ايه. كده ان انت ما بتشتغل على جهازك من شبكتك في البيت، انسى موضوع بقى سيكيورتي انترنت، انت هناك في المكتب بيعمل لك سيكيور انك انت ما تقدرش تدخل على اي موقع الا على مواقع محدده من خلال السيرفرات بتاعته. لكن لما بتبقى في البيت انت اصلا بتدخل على النت بتاعك المفتوح اللي هو اساسا يعني شارع كده اللي هو هيصه، وبتدخل بقى منه ب VPN security whatever the means على سيرفرات الشركه، يعني انت اصلا كده مخترق خلقه. مش عارف والله، يعني انا مقدر ظروفهم، مقدر ظروفهم، ولكن مين يقدر ظروفنا احنا بقى اللي حتى على الرغم ان احنا بدأنا نشتغل ونزلنا وافتكرنا ان الحياة رجعت طبيعية، ولكن الاجراءات اللي بتاخدها الدولة والشركات ما زالت مش طبيعية. يعني مثلا في شركات على الرغم انها نزلت والحياة بدأت تبقى شبه طبيعي شوية، لسه برضو بتخفض في الدخول والرواتب، وبتفكر تنزل ناس اجازات بدون راتب، وبتخفض برضو كمان في بعض يعني الموظفين. هو الوضع صار مرجعش طبيعي، والحاجة كورونا ده شكل مطول وهيخرب بيتنا اكتر ما هو خربان. هو وعايز مننا ايه الحاجة كورونا ده؟ حد يقعد معايا كده يتفاهم معايا ويشوفه كده قرشيني نلمها له ونقول يلا، يعني انت خربت الكرة الارضية. لو في حد عارف سكة هجرة لكوكب تاني، لان الكوكب ده شكله تخربق خالص يا جماعة، يبقى يقول لي تمام، انا مستعد هاجر، انا مش فارقة معايا بصراحة، بس الكوكب ما يكونش فيه لا كورونا ولا بني ادمين. فاهم حاجة جديدة كده؟ حد فاهم حاجة من انا بقولها؟ كان عادلة صح؟ وانا كمان اشوفكم على خير.